خويا سعد الرحمن بن رادي راه انا دابا باقي لحد الساعه الجثه ديالو باقا هنا في المصحه، واش نقول لكم لحد الساعه انا باقي الاجراءات راه الاخوان كيدخلوا من اجل باش اصلاح الوضع، لان لا فاكتوراسيون راه كتعرفوا واش خاصهم، قال لهم تعطوني هنا واحد الضمانه ديال واحد المبلغ مالي بايد، العائله ديالو ما عندهاش باش غادي نقولوا لا تعطى هذاك المبلغ. فالان غيدخلوا بعض الاخوان الفنانه وكيدخلوا بعضها، ربما كان باقي كنتسناو الرد ديال الاتصالات من جهات معنيه، وكذلك انت كتشوف ما كاين لا ابيلونس، ما كاين حتى شي حاجه، ما كاين حتى شي حاجه. فهادشي راه كيضر في القلب، والله هادشي راه كيضر في النفوس. حنا بغينا نديروا واحد الامكانيات ديال بعضياتنا، اي واحد حنا كنشوفوا غير اخرها اخره، وحنا غادي نكون واحد اللي قد على شي حاجه يوضعها الزوجه ديالو ولا هذا، ونشوفوا كيفاش تفك المشكل الامر. وحنا دابا حاضرين هنايا باش ما بغاو ماديا معنويا، باش ما بغاو حنا اللي في جهدنا نديروا. هذاك السيد ما قدروش نفوتوه، ولو انه في دار الحق وحنا في دار الباطل. فكنتمنى ان شاء الله يتفك المشكل. حنا دابا شوف شحال في الساعه هذه، وعندنا دعوه باش نكونوا في بارك انفا مع الجوج، لان الوزير كيقول لك قبل نص ساعه، ودابا ها هو السيد ميت، واش نمشيو لتما ولا نوقفوا هنا؟ حنا فضلنا نوقفوا يتفك المشكل وما نمشيوش لتما كاع. دابا بدا انت كتجي عولدو ولا برتو، دابا كتقول اعطيني شيك ضمانه، على اطار القانون كيسمح بالشيك الضمانه، على الشيك كيتحط على سبيل الضمان، ما كيتحطش على سبيل الضمان. الشيك هو وسيله للاداء، الشيك هو وسيله للاداء. انت كمصحه تحط الضمان وتقول ولدو عليه الضمان ولا مرتو، والسيد تفناه وما تخلصش هذا الشيك، واش السيد يمشي للقبر وولادو يمشيو للحبس؟ راه خاص شي حاجه اللي تكون جيستيفي، تكون هذاك الشيك اللي غادي يعطيك على سبيل الضمان راه خاصو يكون شي حاجه جيستيفيه، يعني تكون شي البنكه ويكونوا الفلوس ويدوزوا الفلوس باش هذوك الناس ما يوقع لهم حتى شي حاجه، او تحطوا فلوس كاش من الجهات المعنيه ولا من الجهات الخصوصيه ولا من اي طرف من هذه القبيله. هو ضروري الا ما دخلتش وزاره الثقافه شي حل في هذا، راه ما كاين حتى يعني، راه حنا راه كلشي غيوقع علينا نفس المصير، حيت المصير ديال دوك المشهورين وهذوك اللي كيقولوا راه ما بخير كيجيو عندهم يتصوروا معاهم ويواسوا عيالاتهم ويواسوا ولادهم، ولكن هذا ما عرفتش انا علاش محمد بن رادي، حيت رجل يعيش على قد الحال ولا شنو؟ ما فهمتش انا واش هذا التمييز والتمييز هذا بيننا، علاش؟ احنا واحده، ما تكونش الحقره، علاش الحقره لبعضنا؟ وحنا شعار البلاد في قلبنا، شعار واحد الله الوطن الملك وبطاقه وطنيه واحده، في كاين المشكل؟ علاش غنبقاو نحقروا بعضياتنا؟ ودابا عصر العولمه والرقمنه وهادشي دابا ديال الذكاء الاصطناعي، راه بنادم خصو يكون ذكي دابا مع الوقت. انا الشباب دابا راه تبارك الله راه عقله ولا يطير. كاين انا عندي ولدي ديسليكسي، عرفتي شنو هو الديسليكسي؟ عنده صعوبه، ملي كان صغير عنده صعوبه، دابا ملي كبر دار 24 عام، تعطي دابا البي سي فرت كولك ما تجمع فيه حتى شي حاجه، لان دابا دير شي حاجه خايبه تشهر، فهمتيني؟ دابا انا فنان، انا دابا نيت كندير المؤثرات، ولكن التاثير ديالي ما كيسوى عندهم حتى شي حاجه، عرفتي علاش؟ حيت كندير فيه شويه العلم، شويه هذا، قرا انت، تثقف انت، انت خاصك تخرج واعي، انت خاصك دير هذه، علاش؟ كندير التحسيس والتوعيه، ما بغيتش التحسيس والتوعيه، باغي نقلت الاداب وقلت الحياه والعراق، بات اللعبه، بات الله سبحانه وتعالى السيد الوزير ولا المصالح ديالو المركزيه ولا مركزيه ان تاخذ القرار وان تواسي هذه العائله المكلومه في الاب ديالهم. وكنتمنى ان شاء الله حتى حنا كفنانين وكاصدقاء ديالو، الا جات عندنا الوزاره ولا جات عندنا الناس، راه حتى حنا كنحسوا بان حنا راه كاينين، ماشي غير هو راه مشى الله يرحمه، حتى هادو اللي على قيد الحياه على الاقل نحسوا براسنا راه حتى حنا عندنا اعتبار ونقدروا نعطيو اكثر فاكثر للوطن ديالنا، ما نبقاوش محدودين، حيت قد ما شجعتي الفنان في بلادك قد ما كيكون معك. وهادشي كله دائما نحن جنود، رغم ما يقع نحن جنود مجندين وراء صاحب جلاله الملك محمد السادس نصر الله، ودائما خادمين للوطن وخادمين للشعب تحت شعار الله الوطن الملك. وكنشكرك انت الشاب الجميل اللطيف الوسيم على هذه التغطيه، وحفظك الله، ولولا حبك لهذا الانسان الراحل رحمه الله لكنت حاضرا هنا. شكرا.